هذا يسأل عن التفجيرات والتخريب، هذا لا يقوم به إلا أناس خرجوا عن البشرية إلى طور السباع والحيوانات، ليسوا رجالاً وليسوا آدميين. هؤلاء مسخت عقولهم ومرجت أفكارهم فصاروا وسائل تدمير في المجتمع. والإنسان إذا فقد العقل وفقد الإيمان فإن الحيوان يكون خيراً منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا عمل قبيح وعمل لا يليق بالبشرية، فضلاً عن المسلمين. المسلم لا يصدر منه أذى، لا يصدر منه أذى على الناس، وإنما يكون المسلم أداة خير وأداة دعوة إلى الله وأداة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطريقة اللائقة. أما إنه يخرب ويفجر فهذا عمل الوحوش، بل الوحوش ما تعمل مثل هذا العمل.